بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا أنا وأخويا هاشم الحبشي بنشتغل على ابتكار اختصاص في تقنية النانو كامبوزيت، وطورنا جيل جديد من تقنية النانو المستخدم فيها تقنية الكربون. فطبعا الآن احنا بدأنا عملية الميكسينج لبعض المواد التي تجانس مع بعض بحيث أنها تصبح المادة الجديدة. المادة الجديدة إن شاء الله بعد ما يتم خلطها ودمجها مع الياف حيتم وضعها بتقريبا 6 إلى 7 طبقات أو إلى 5 طبقات. بعدها حتكون عندنا مادة قوية جدا. طبعا هنا كان في اتحاد بين تقنية النانو المستخدمة بيني وبين الأستاذ هاشم الحبشي، هو مختص بمجال الكربون وأنا أيضا عندي اختصاص بمجال الكربون، وهو مختص ب الكربون النانو تيوب وانا مختص بالذره السداسيه. فلما ندمج النانو تيوب مع الذره السداسيه قد تعطينا مركبات جديده ما تتخيلوا قديش قوتها. فانا الان معايا اخوي هاشم فابغى اصوره عشان خلاص يا انا معك هاشم حبيبي. يلا والله انا سبق ووريتني قطعه حقت فرامل، وريني هي حقت السياره اللي انت سويتها يا اخوان. ترى هذه القطعه قماش فرامل صناعة سعودية 100% سواها أخونا هاشم. هاشم القطعة دي اللي عندك كربون صحيح؟ هذه كربون 100%. ممتاز. دمجتها مع بعض المواد الياف على أساس عملية التداخل مع ضغط عالي مرة وحرارة جدا عالية. ممتاز. مع طبعا تفريغ الهواء في تفريغ الحيز. ممتاز. أدتنا قوة صلابة عالية جدا جدا. أنا شايفها إنها أفضل من السوق. أضربها الصخرة دي يا صاد. It's beautiful. فالآن إن شاء الله حيكون في دمج بين عدة مواد حنسويها أنا وأخويا هاشم الحبشي، وإن شاء الله new generation of carbon. يعطيكم الصحة والعافية، أخوكم يوسف بندقجي.